أكد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي إدارة الدولة لملف المياه بشكل جيد، مطالبا المواطن بالحرص على كل نقطة مياه. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب لعدد من طلبات الإحاطة المقدمة حول وسائل الري الحديث وتطهير الترع والمصارف. أول محور التنقية، وده أولوية للدولة. ثاني محور الترشيد. الترشيد يبقى أنا في إدارة الري لازم أرشد في استخدامات المية. لما أنا هرشد في استخدامات المية مش هحتاج أعيد استخدام مية الصرف، هقلل مية الصرف الزراعي والمشاكل اللي أنتوا يبقى أنا حروي أراضي كلها بمية نظيفة.